انتو النجاح راهو اذا كان برشا حاجات اذا كان نحكيوا على انسحاب مشرف مالا الغاربه شنو يقولوا خلطوا مقابله تركيبيه انا فما حاجه نحب خلطوا المستوى كبير ياسر فما حاجه نحب نرجع لها هي ما فماش كمان ما فماش مقارنه بين المغرب وتونس على نحكي على كاليتي دي جوار تشوف انت المستوى نتاع اللاعبين نتاع المغرب وين يلعبوا وين يلعبوا شامبيونز ليغ ويلعبوا في الناس في مستوى عالي ياسر وعندهم معناها حتى معناها حتى فماش لاباس لاباس معناها موجوده ياسر يعني معناها عندهم هم سيزي بالبلاد فهمت دونك كي تشوف انت مثلا المنتخب التونسي انا المنتخب التونسي نشوفه نتاع مناسبات يعني مش فريق معناها متكامل اليوم يعمل لك مقابله كبيره وغدوه يعمل مقابله خاطئه. انت ما فهمتنيش هو قال عنا دي جينيراسيون دي اللي يعني هو قال لك ما عندنا حتى جينيراسيون كانت تجي تعرف كيفاش كنا فشلنا انا بيدي فشلت انا واحد من الفاشلين انا كنت زاد موجود في جمال كان موجود انا فشلت خويا 2013 وروحت البريمير تور في كاس افريقيا ونعتبر فشل يا اخي بكشي انا عملت نجاح في المنتخب انا مع الناس اللي فشلت 2013 وكلنا فشلنا اذا كان ما تعدينا وخلطنا عملنا كار دو فينال ودومي فينال كوب دافريك البرة مش في بلادنا 2004 هذيك التو باش تقعد فيل وما وشوف وقتاش نعاودوها وفيها ولا ما يتحكي اما احنا عندنا خاصيه احنا عندنا خاصيه دونك الفشل مش ما يقولوش هاو سامحني سامي احنا نقولوش هاو يحكيو على ناس ومسايبين هو انا اول الفاشلي تعرف نعطيك حاجه عندنا خاصيه بصفه عامه ما نحكيوش على الرياضه برك هي الانكار ننكروا في السياسه ما ننجحوش نقولوا لا انكار نجحنا في الصحة نجح لا ما مش صحيح قول يا ولدي اجي شوف فما ما نعرفش قداش من تلميذ ما دخلش سنة لا لا مش مشكل تجي تقول له يا ولدي رانا خرجنا بريمير تور الانكار لعبنا لعبنا مليح شكون قال حتى انا عندي انا ربح فرنسا كأنه وصلنا هزينا كوب دي موند